بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلا محمد عليه الصلاة والسلام، إلا الأقصى مسراه عليه الصلاة والسلام. هذه الحلقة رقم 132 من مجموعتنا التحليلية أرباكس بتاريخ 28 تموز 2022 من العام الثالث لهذه القناة. وهذه الحلقة بعنوان أوكرانيا، هل سنطلق عليها قريبا اسم أوكوارنتينا ولا أوكوارنتينمو؟ هذه الآن بجي بشرح لكم ليش هذا العنوان، وخلينا نتعرض لل المواضيع الأخرى اللي تحتويها هذه الحلقة. وفي عندك هون، خلينا عشان نبدأ صحيح، في عندنا توقع كمان زبط اليوم بمشيئة الله، ألا وهو كما توقعت، والأخ مراقب القناة وسفير هذه القناة العتيد الأخ ممدوح القدرة يستطيع أنه يلاقي لنا رقم الحلقة اللي أنا تكلمت فيها وقلت بأنه الولايات المتحدة بحاجة إلى حزب جديد، وها هو قد تحقق هذا التوقع. وأنا هذه الحلقات أخ ممدوح حكيتها أثناء الأزمة اللي مرت فيها الولايات المتحدة أثناء انتخابات 2020 في أيام الرئيس دونالد ترامب، لسه كان موجود، وكنت أقول بأنه ربما الرئيس ترامب هو اللي راح يسوي حزب جديد، ولكن الآن ثبت العكس. طبعا نحن بحاجة لحزب جديد، وهذا كان توجهي بغض النظر مين اللي بيقيمه، ولكن أصريت في تلك الحلقة أخ ممدوح تقدر تشهد على هذا الوضع، بأنه البقاء على حزبين في الولايات المتحدة ويكونوا دامنا، يعني هم المسيطرين على الأوضاع، والحزبين يعني شابوا عفوا هرموا وشاخوا نهائيا، يعني عاف عليهم الزمن زي ما تقول. فلأنه في عنا يعني تحول ديموغرافي رهيب جدا تحت مسمى هؤلاء يعني المواطنين الجدد اللي بنطلق عليهم لقب الميلينيالز، هذول توجهاتهم تختلف عن أي من الحزبين نهائيا. وفهم هذول عندهم التنمية والاقتصاد والإنتاج هو أهم عوامل بقائهم في سدة القوة، وبقاء هذه الدولة متماسكة وقوية جدا اللي هي الولايات المتحدة. فلذلك اليوم أعلن عن إنشاء حزب جديد في الولايات المتحدة باسم فورورد، الحزب الجديد فورورد إلى الأمام بقيادة أندرو يانغ، وهذا من الأشخاص اللي قال إنه يجب علينا إنه نتبع قانون جديد بأنه كل مواطن أمريكي يستلم بما مقداره $1000 شهريا لمساعدته في حياته اليومية. وهذا هو الآن عمل هذا أنشأ هذا الحزب، وعلى ما أعتقد بأنه الممول الرئيسي لهذا الحزب سيكون إيلون ماسك. فلذلك خلينا يعني هاي هذا توقع جديد، وهذا لازم يرفع على الأقل 2 أو 3 علامات من نسبة توقعاتي إلى حوالي 85%. وهذه لما أوضع هذا التوقع وتحققه، لما أوضع على البرنامج في الكمبيوتر بعطيني النسبة الصحيحة وبحط لكم إياها في الحلقة القادمة إن شاء الله. خلينا الآن ندخل في مواضيع الحلقة. في عنا موضوع كمان مختصر
على شكل سؤال، انه هل ستنجح الصين بردع بيلوسي من زيارة تايوان؟ انا بعتقد كل هذه ممعة، وستقوم بزيارتها وتؤدي مهماتها اللي بدها اياها وترجع بدون اي ازمة نهائيا بين الصين والولايات المتحدة. ولكن اذا كان يعني في احتمال ثاني، يعني انا مش رايح اصدر هذا على اساس توقع رسمي باللائحة الحمراء، لا، راح اخليه بانه اذا كانت الولايات المتحدة تنوي توريط الصين في حرب حتى تعادل الميزان التجاري، بحيث انه تفرض عليها عقوبات وتجمد لها العجز ما بين التبادل التجاري بين الدولتين، واللي هو الآن لصالح الصين، وهذا سبق وعملته الولايات المتحدة بخلق الحروب، حرب الخليج الأولى والثانية والثالثة، لأنه لما الولايات المتحدة بتستورد بتدفعش ثمن القيمة بالكامل، تدفع 25% والباقي بتعطي سندات خزينة، أو إحنا بنسميها بالمصطلح العامي IOUs، يعني هاي 25% وفي لك علينا 75% من كل 100 دولار عجز في الميزان، فبتخليه على أساس إنه ترغم الدولة المقابلة باستيراد البضائع من الولايات المتحدة، البضائع اللي بتحتاج لها، وما تخليهاش تروح لمنافسينها. فإذا بدها تورط أمريكا الصين حتى تلغي هذا العجز التجاري اللي هو لصالح الصين بتريليونات الدولارات طبعا، فممكن هذه تكون نواة يعني توريطها في ولو حرب إقليمية بسيطة حتى تفرض عليها العقوبات وترجعها 20 أو 30 سنة إلى الوراء. ولكن الصين بعتقد راح تكون أذكى من هيك، لأن الولايات المتحدة عندها قانون معلن بأنه الصين وتايوان هي صين واحدة، يعني ما فيش فرق ما بين الصين وتايوان، ولكن تطلب وتصر على الصين بإبقاء تايوان على وضعها الحالي حتى تبقى أيقونة تجارية يعني تجمع ما بين الغرب والشرق. وهذا هو القرار الصحيح، ولا أعتقد بأن الصين ستكون بهذا الغباء بأنه تحاول غزو تايوان وإعادتها بالقوة، لأنه الكل معترف أنه تايوان جزء من الصين، فبتكون شدة الغباء إذا قامت بهذا الوضع. فأنا بعتقد كل شيء راح يصير على خير، وراح تروح بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان بزيارتها العادية، وترجع بكل سلامة وأمان، ولننتظر ونرى. في موضوع ثاني عن سد النهضة ومنصات الغاز في لبنان، وهذا خليني بذكره لما بتكلم في الموضوع الرئيسي، لأنه في لهم شوية علاقة. في عنا على الهامش رفع الفائدة مرة أخرى 1/3، يعني 75 بيس بوينتس نسميها، أو يعني أقل من 1%، يعني 1.25%. فبدنا هذه كمان بجوز أضوي اللائحة بالأخضر، لأنه هذا توجه بفرجيكم أنه يتجه على ثوابت قوة الدولار التنموي الجديد. يعني نحن نتجه في إصدار أو تغيير معالم الدولار واعتماده، وتغيير الصفة المطلقة عليه اللي ما ظلهاش أي لزوم، اللي هي البترو دولار. هو لا بترو دولار، ولا هو ذهب، ولا هو مرتبط بالذهب. والآن بشرح لكم، يعني لما باجي على الهامش بشرح لكم باختصار تطورات الدولار من مرحلة إلى أخرى، والآن نتجه إلى مرحلة جديدة راح أجي لكم عليها بعد ما أخلص الموضوع الرئيسي. موضوع أوكرانيا
أنا سبق وحكيت لكم بأنه حرب تحرير فلسطين، وإن شاء الله راح يكون من البحر إلى النهر، ولكن تحرير على الأقل الضفة الغربية أو أراضي 67 بدأ من أوكرانيا. ولكن المفاجأة اللي رايحة تصير أثناء التوجه هذا إنه إن شاء الله سيتم تحرير فلسطين من البحر إلى النهر. هذه موضوع حلقتنا القادمة اللي هي الجزء الثالث أو الحلقة الثالثة من الجزء الثامن عشر من فلسطين من البحر إلى النهر تحت مجموعتنا نوتة، مجموعتنا الخفيفة، إن شاء الله جايتكم قريبا جدا. ولكن خليني أشيل هذا الموضوع حتى ما تطول الحلقة القادمة اللي بخصوص فلسطين، لكن هذه لها علاقة قوية جدا بأنه يعني في عندنا كوارنتين معناها منطقة حجز أو حجر صحي أو حجر سياسي أو يعني وعندنا جوانتنامو، يعني هو المنطقة الأمريكية الموجودة في كوبا، في جزيرة كوبا، اللي تستعمل الآن معتقل الخطيرين في العالم. وأنا بعتقد أن من بداية هذه الحرب المفتعلة في أوكرانيا، كما سبق وحكيت لكم في حلقات السابقة، بأن هذا المنطلق لإزالة وإعادة تهجير المستوطنين على الأقل الغير شرعيين غير مشروعين اللي موجودين على أراضي 67 في المستوطنات الغير مشروعة، واللي كان العالم دائما يطالب الكيان الصهيوني بعدم إقامتها لأنه عارفين أنه هذه راح تولد مشاكل. وحاول الكيان الصهيوني طوال 74 عام الماضي بأنه يثني العالم عن موضوع إنشاء الدولة الفلسطينية. الآن بتلاقيهم زي ما انتم شايفين عمالهم بيحاولوا، طيب مستعدين نعطي نص الارض بس خلوا لنا النصف الثاني. بدا واضح على هؤلاء الواقفين او القائمين على في سدة الحكم، على سدة الحكم في الكيان الصهيوني، يعني الان بداوا يقتنعوا شيئا فشيئا بانه يغادروا لاوكرانيا، وقاعدين بيحاولوا يعملوا أوكرانيا الآن الإشي الوحيد اللي باقي أو الهدف الوحيد المتبقي في تحقيقه في أوكرانيا. كما سبق وحكيت لكم بأنه يجب إغلاق جميع المنافذ البحرية عن هذه البقعة الجغرافية، وهذا والآن بانتظار السيطرة الكاملة للقوات الروسية على أوديسا. لما يسكروا أوديسا ويسيطروا عليها فهون بضلش لهذه لما كان يسمى أوكرانيا أو ما يسمى لحد الآن أوكرانيا، ما بضلهاش أي معابر بحرية. فلذلك لما ينقلوا عليها هؤلاء اللصوص وهؤلاء الشرذمة والمجرمين، لما بنقلوها وبعزلوهم فبتصير كوارنتينا، يعني أوكوارنتينا أو بتصير أوكرانتينامو اسمها، يعني على انه معزولين جدا وليس لهم اي وسيلة للتحكم في اي ممر بحري او التحكم في الكم الهائل من الكنز الغذائي اللي تتحلى فيه الاراضي الاوكرانية، وخصوصا القمح والطاقة ومرور الطاقة من روسيا الى اوروبا عن طريقها. فهذه هنا الهدف الأسمى، وضع جميع أوروبا بما فيها أوكرانيا تحت الإدارة الروسية في العهد القادم. وهذا حكيت لكم إياه من أوائل حلقات الأخطبوط، بأن الولايات المتحدة ستلقي بالصولجان إلى إما روسيا أو الصين. فهنا بدأ واضح بأنه الاعتماد الأكبر على روسيا بإدارة أوروبا وربما الشرق الأوسط في المرحلة القادمة التي قد تكون بحدود 50 إلى 100 سنة قادمة، لأن الولايات المتحدة
لا تحتاج الآن إلى أن تكون هي الحامية لموارد النفط وطرق إمداداته سواء البحرية أو البرية. الولايات المتحدة أعطت قرارها النهائي بأن هذه الممرات البحرية أو البرية اللي هي يجب أن تكون مؤمنة لنقل الطاقة والبترول والغاز يجب أن تكون من ضمن العقد أو عقود البيع ما بين البائع والمشتري، هم عليهم حمايتهم، يعني يستأجروا قوة بحرية أو طلعوا قواتهم البحرية لمرافقة حاملات النفط إلى أن تصل إلى مكانها، ولا يعملوا شركة تأمين مختلفة عن الشركة الوحيدة اللي الآن هي متواجدة في بريطانيا وتم وضعها تحت طائل العقوبات إذا قامت بالتأمين على أي شحنة نفط أو غاز متجهة من أي مكان في العالم إلى أي مكان آخر. فالآن الولايات المتحدة راح توفر على الأقل ما بين 85 إلى 100 مليار دولار سنويا بعدم اكتراثها أو اهتمامها بحماية منابع النفط أو حماية طرق إمدادات. هذه يعني هذا توجه الميلينيالز، توجه الجديد، هاي حزب قادم قريبا جدا وراح يضعضع الحزبين، ولما هذا الحزب يبدأ ياخذ مكانته في الكونغرس الأمريكي في شقيه في مجلس النواب ومجلس الأعيان راح يغير وجه العالم بالكامل ووجه الولايات المتحدة بالكامل. اسمه فورورد، معناها إلى الأمام، عدم النظر إلى الخلف إلا لاستقاء العبر والدروس من الأخطاء اللي ارتكبوها الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وهذا توجه للتخلص من الصهيونية العالمية في العالم كله. هذا اللي بحكي لكم إياه وهذا اللي بحلل لكم إياه، فأنتوا خذوها وظل خلي هذه المواضيع في فكركم لأنها رايحة تتحقق بتسارع وبوتيرة سريعة في الأيام والأسابيع والأشهر القريبة القادمة. هذه ما فيش منها مناص. هنا بنيجي بنقول بأنه إذا بتتذكروا والأخ ممدوح القدرة من غزة مراقب هذه القناة العتيد بيقدر يشهد بأنه كل ما حكيته عن موضوع إنشاء حزب جديد في الولايات المتحدة وما تكلمت عن أوكرانيا بأنها ستكون أحد الأوطان البديلة للمستوطنين وهؤلاء الشرذمة لإعادة تهجيرهم إليها بحيث إنه ما يكونش عندها نفوذ. الأخ ممدوح القدرة مراقب القناة بيقدر يشهد وبيقدر حتى يحط لنا بجوز أرقام الحلقات اللي أنا تكلم فيها عن هذه المواضيع. هون بنيجي، أنا في حلقاتي الماضية دائما شددت بأنه لن تجرؤ مصر على ضرب سد النهضة نهائي، والآن خصوصا بعد إنه خروج بعض المعلومات والتي لم أتمكن من التحقق منها بأنه بدأ الملء الثالث أو انتهى الملء الثالث، مش مهم حتى بالملء الثاني من الخطورة بمكان بأن يضرب هذا السد، ولكن في الاتجاه العام لنقل الحرب من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط. والأخ ممدوح بيقدر يشهد في حلقة أنا وضعتها هون اسمها المخرج الوحيد لبوتين أنه نقل الحرب إلى منطقة جغرافية أخرى، حكيتها ولا ما حكيتها يا أخ ممدوح؟ فأنتوا الآن بتلاحظوا أنه بدأ العمل على نقل الحرب من أوكرانيا
شيئا فشيئا إلى الشرق الأوسط عن طريق سوريا والعراق وحتى اليمن قريبا جدا. وهذا كله حتى يربكوا العدو الصهيوني ليسهل عليهم الانقضاض على هذا الكيان وتطبيق قرارات الأمم المتحدة بأنه أراضي 67 معناها أراضي 67. في الحلقة القادمة بقولكم لما بيبدأوا بتطبيق هذا العمل وكيف راح يطبقوا هذا العمل، كيف راح تخرج عن السيطرة، وسبق وحكيتها راح يخرج الموضوع عن السيطرة مش زي ما حصل في حرب أكتوبر 73، في فلسطين راح يخرج الموضوع عن السيطرة وبالتالي يتم تحرير فلسطين بالكامل من البحر إلى النهر بمشيئة الله. هذه سأتعرض لها بأفضل، ورايح أحط لكم التغييرات الجذرية الإقليمية القادمة للشرق الأوسط في الحلقة القادمة من سلسلة فلسطين من البحر إلى النهر بمشيئة الله. ولكن الآن بالنسبة لسد النهضة، ممكن أنه يشغلوا الجيش المصري والجيش السوداني بمحاولة اقتحام منطقة سد النهضة كما سبق وقلت، ويحتلوه يوضعوه تحت سيطرتهم. وهذه الفئة من الجيش المصري هي الفئة التي تتحكم بقراراتها الولايات المتحدة عن طريق وزير دفاعها الذي لا يأخذ أوامره من النظام المصري نهائيا. الولايات المتحدة عندها قوة ضاربة في الجيش المصري، مدربة تدريبات هجومية واقتحامية، وتعمل تحت الإمرة والإدارة الأمريكية وليست تحت أمرة وإدارة النظام المصري. وهذا ما سيتم معرفته في الأيام القليلة القادمة والأسابيع القليلة القادمة بمشيئة الله، راح يبين للعلن بمشيئة الله. وبنفس الوقت رايحين نشوف بأنه الولايات المتحدة راح تعطي الضوء الأخضر للحزب في لبنان بضرب المنصات الصهيونية في التي تنقب عن الغاز في البحر المتوسط. حتى تشوفوا أنه لما بحط لكم معادلة هون بأنه أمريكا، إيران، الحزب اللبناني، سوريا، لبنان، كلها تقريبا على نفس الخط. وقلت لكم في الحلقة الماضية بأنه بديت أشك بأنه الحزب في لبنان يعتمر أيضا أو يعني يعمل بتوجيهات أمريكية. فرايحين نشوف هذه المفاجآت في الأيام والأسابيع القليلة القادمة من مشيئة الله. يعني اتحضروا، الحرب راح تنتقل للشرق الأوسط. هذا هو المخرج الوحيد لبوتين، أو يعني اللي وضعوه باتفاق ما بين الدول العظمى، بأنه شيئا فشيئا ننقل الحرب إلى موقع جغرافي آخر ومنحقق هدف آخر اللي هو إزالة آخر منطقة جغرافية فيها نزاع ألا وهي فلسطين المحتلة. هذا اللي رايح يصير حتى تبدأ مرحلة التنمية الاقتصادية والنهوض وإعادة البناء. ما فيش أسلحة، ما فيش إعادة تسليح، يجري تدمير الأسلحة في الأوروبية في هذه الحرب المفتعلة في أوكرانيا، وستفتعل حرب أخرى في الشرق الأوسط لتدمير جميع الأسلحة سواء وإزالتها من المنطقة بالكامل حتى تبدأ بالنمو الاقتصادي. هذا اللي رايح يحصل. الآن ندخل عشان نخلي الحلقة خفيفة ولطيفة، ندخل على الهامش. رفعت الولايات المتحدة والبنك الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة بالأمس 0.75%، يعني 75 بيس بونتس احنا بنسميها كمان يعني بالمصطلح الأجنبي، وهذا
يعني أنا بعتقد المصطلح خاطئ. المصطلح الصحيح هو 3/4 1%، يعني مش 1%، 3/4. فهذا كمان هون خليني أضويها بال أو بلاش أضويها الآن، لأنه هذا راح يثبت النظرية اللي حكيت لكم إياها بأنه سيجري التخلص من أي تبعية للدولار الحالي. يعني سبق خليني أفرجيكم أنه الدولار ذاهب إلى إيجاد ثوابت قوة مختلفة تماما عن الدولار الحالي. يعني الدولار بالأول كان دولار ذهبي، وبعدين بدأنا نسحب الدولار في الولايات المتحدة من الهواء، تريكل داون ايكونومي نسميها بالإنجليزي. تريكل داون ايكونومي يعني على البوكس تعطي دولار بيصير بمشيئة الله، أو يعني استغفر الله العظيم، بسحر ساحر يصير دولار وربع أو دولار و15 من الفائدة الربوية على موضوع الإقراض للمستهلكين وللمستثمرين الصغار، خصوصا الصغار، لأنه معظم دخل البنوك هو من 3% اللي بيجنوها عن كل عملية بيع أو شراء تتم في العالم باستعمال البطاقة الائتمانية اللي هي الكريدت كارد. لما بتستعمله الفيزا أو الماستر كارد بياخدوا 3%، وبعطوا للبنوك بيحتفظوا في 0.5%، وبعطوا للبنوك 2.5%، لأن البنوك اللي بتقرض. فهذا كله ريكورد، يعني كله مسجل تسجيل. وهذا هو اللي أنا بكيت لمدة أسبوع أو أكثر، وضعت سؤال للمحللين المصريين كيف ستستثمر البنوك المصرية ودائع اللي بأجل، يعني شهادات الاستثمار اللي لمدة عام، كيف رايحة بإيش راح تستثمرها، وكيف راح تعمل أكثر من 20% حتى تدفع الفوائد الربوية اللي وضعتها على هذه الشهادات اللي هي 18 أو 20%. ما حدش قدر يجاوب، وحاول في ناس حاولوا ولكن ما ضربوا على الوتر الصحيح في الاقتصاد. الاقتصاد المتواجد في العالم الآن وطريقة رفع الفائدة هي لتثبيت الدولار لتغييره من مرحلة إلى أخرى، وهذه سبق وحصلت في حينما تم فك الدولار من الذهب. هذه أول مرحلة للدولار كانت بالذهب، ولكن في الحلقة الماضية لما أنا طلعت وقلت لكم تبا للذهب والفضة، يعني لما أنشأوا المهاجرين اللي قدموا للولايات المتحدة، لما أنشأوا هذه الدولة كانوا كل ما بينقلوا الذهب أو المعادن أو النقود ينقلوها بالعربات اللي على الحصن. وأنا بنصحكم إنه حتى تشوفوا كيف الولايات المتحدة أنشأت، أو المهاجرين أنشأوا الولايات المتحدة، إنه كل يوم كل يوم تحضروا أحد أفلام الويسترن موفيز، يعني الكاوبوي احنا بنسميها، واللي هي بتكون عنوانها حطوا سباجيتي موفيز. سباجيتي موفيز هاي بتفرجيكوا كيف رعاة البقر تشاجروا مع الهنود، وكيف يعني تقاتلوا وتناحروا، وكيف أنشأوا كل مدينة بمدينتها. إذا بتحضروهم هم مش بس فيلم واحد، أفلام كثيرة، وكان من أفضل أحد أفضل أبطالها جون وين، روبرت ميتشم، كل هدول يعني يروحوا الأفلام الويسترن الكاوبوي، بتشوفوا كيف إنه كان من الخطورة بمكان لما بدك تنقل إما الماشية أو تنقل أي شيء له مال فيزيكال، يعني بوضعه الكامل، أو تنقل الذهب من مدينة إلى أخرى أو من منطقة إلى أخرى، تتعرض للسرقة وتتعرض لقطاع الطرق. فهذا
الخروج من انه تحمل الذهب وتروح وتسويه كمادة تتداول فيها، يعني هذا من احد اهم عوامله لتعرضه للسرقة، واذا تعرض للسرقة هات عاد يعني الواحد بخسر ماله، ومرات بخسر حياته وهو يحاول يحمي ماله. فلذلك بتشوف في هذه الافلام القديمة حتى من ذلك اليوم بال1700 وال1800، يعني في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، بتلاقيهم بدأوا يتجهوا انه اللي معاه مال او ذهب او ولما عملوا العملة الورقية بأنه صار يحطوا الذهب أمانة عند شخص بيعمل زي ما هو معروف عنه اليوم بأنه بنك أو مخزن في نفس المدينة، وبأخذ منه ورقة بسيطة بسيطة، وبروح للمدينة الثانية وبروح بشتري الماشية وبشتري الحبوب اللي بده إياها للمزرعة تبعه، بشتري أي شيء بده إياه، بفرجي هذه الورقة بأنه يملك هذا المقدار من الذهب. فلذلك تفضل هاي ورقة، وانت اذا بدك تروح تجيب الذهب روح جيبها، او اذا بدك نفس الورقة صارت معتمدة من بينهم ما بين جميع الاقطاعيين مالكي الماشية والحصن في تلك الايام والمتاجر التجارية، صاروا يعتمدوا هذه الورقة انه كل واحد يجيرها من واحد الى الاخر. هيك قلت سرقة الذهب، وبدأوا بهذا النظام حتى يحموا عائلاتهم، يحملوا مالهم ويحموا أنفسهم طبعا، ويحموا مالهم بدل ما يحملوه وهم رايحين يشتروا حصن ويتعرضوا لقطاع طرق ويلطش الذهب منهم ويقتلوهم. يعني شوفوا كيف تطور هذه المراحل. فإحنا خلينا نوصل لموضوع الذهب، يعني فك الارتباط الذهب بال71 من قبل الرئيس نيكسون، وأعطى إنذار لجميع من يملك الدولار الأمريكي المكتوب عليه دولار ذهبي، لأنه سبق وحكيت لكم أنه الدولار الوحيد العملة الوحيدة في العالم التي تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية فيها جميع. والأخ ممدوح بيقدر يشهد على أنه عملت حلقتين عن هذا الموضوع، بأن الدولار يشمل على من يتعهد بدفع قيمة هذا الدولار، وأين ومتى صدر، يعني في عليه جميع أسس العقد التجاري هو الدولار نفسه. عشان هيك دائما بتلاقيه محافظ على قيمته، لأنه ما فيش عملة في العالم موجودة حاليا ولا وجدت بالسابق في عليها هذه العبارات اللي تتماشى مع الشريعة الإسلامية، بأنه في تعهد من أحد الحكومات، ومش بس من الحكومات، ومن الشعب الأمريكي بدفع قيمة هذا الدولار. يعني في حالة غياب حكومة أمريكية، الشعب نفسه الأمريكي بيدفع، وبيدفع لأن الشعب الأمريكي بيدفع التزامات واللي موجود عليه. فالآن إحنا انتقلنا من في ال71 من ربط الدولار بالذهب، وانتقلنا إلى عالم الورق وعالم السجلات، واللي احنا بنقول عنه في الانجليزي تريكل داون ايكونومي، يعني بنسحب الفلوس من الهواء. الان لما تسحب الفلوس من الهواء، التوجه الجديد بزيادة رفع الفائدة لتثبيت قواعد جديدة لقوة الدولار، وراح يسمى الدولار التنموي. وهذا انا مطلق عليه هيك، مش هم، أنا بقول إنه الدولار الجديد سيكون دولار تنموي، وسيكون متصل مباشرة. متى؟ يعني لك الحق إنك تطبع فلوس أكثر الآن. ومن منطلق هذا القرن بدأت المؤسسات المالية والبنوك
تعتمد مش على حساب الأرباح والخسائر، يعني بهمهم مش إذا أنت بتربح أو بتخسر، اللي بهمهم إشي اسمه الكاش فلو. الكاش فلو هذا اللي المحللين مش قادرين يفهموا. إذا في عندك أنت كاش فلو، يعني في عندك ناتج وناتج يومي. افرض أنت كل يوم بتبيع وبتأخذ على البنك إيداعاتك، سواء عن طريق انه انت بتبيع بضاعتك عن طريق بطاقات الائتمان او كاش او باي طريقه، وبتروح تودعها في البنك. لانه لما بيجي عليك على مكانك التجاري ومحلك التجاري اي شخص بقول لك بدي اشتري هاي البضاعه، بعطيك الكرت تبعه، انت بتسحب الفلوس من الكرت تبعه وبتروح على بنكك على طول. فهذه الديبازيتس او هذه الايداعات إذا كانت فيها قوة، يعني قاعد كل يوم أنت بتحط في حسابك 1000 دولار، فعندما تطلب قرض 100,000 دولار فبتلاقيهم يقول لك كم سنة بدك إياها؟ بقول لك 3 4 أو 5، بتقول بتختار. فبشوفوا إنه بناء على الكاش فلو تبعك أو الناتج اليومي تبعك، هل عندك القدرة كل ما يجي افرض انه اليوم اللي حددوه انه تسدد قسط هذا القرض، خلينا نقول اخذت 100,000 دولار، القسط تبعه 750 دولار على مدى 5 سنين، 750 دولار شهري. لما يجي اليوم افرض انه يوم الدفع هو يوم 15 الشهر، اذا بيجي 15 شهر هل عندك 750 دولار تدفع؟ بلاقوا انه في عندك الامكانية تدفع بناء على الناتج اليومي تبعك. بنفس الموضوع الآن الولايات المتحدة تتجه بتحديد من باستطاعته طباعة العملة تبعه، ومتى يسمح لهم بطبع العملة تبعته، لأنه تذكروا بأنه البنك الفيدرالي الاحتياط الفيدرالي هو بنك خاص مملوك من 7 بنوك أخرى أو 7 عائلات. فلذلك الولايات المتحدة مستعدة في أي يوم تلغي تعاملها مع هذا البنك، حرين هم، بجوز يطلعوا من هذا البنك ويصيروا يودعوا كل الضرائب اللي بتجيهم دخلهم اليوم مثلا في بنك في أمريكا، ولا ينشئوا بنك جديد، بنك مركزي جديد. وهذا التوجه أنا بعتقد وهذا الحل الوحيد للولايات المتحدة، إنه تأفلس هدول الصهاينة وتقول لهم هون. فلذلك قبل الخطوة القادمة الخطوة الباقية للولايات المتحدة لإبقاء الدولار قوي وتنموي ويتجه في دعم الاقتصاد العالمي، هو أنه أي دولة يحق لها طباعة فلوسها بناء على ناتجها المحلي. عندك ناتج محلي، كم ناتج المحلي تبعك؟ تقدر تطبع مثلا لحد 25-30% من كل ناتج محلي أو زيادة في الناتج المحلي السنوية، تطبع مقابلها دولارات. فالآن شوي شوي جاري العمل على التخلص من التريكل داون ايكونومي إلى إنه يكون الكاش فلو أو الناتج المحلي هو الاعتماد الرئيسي لقوة الاقتصاد في أي دولة ولقوة عملة أي دولة، وإعطاء الحق لكل دولة بأنها كل ما يصير عندها إنتاج أفضل وناتج محلي أفضل. يعني هذه تؤكد الحلقة اللي حكيت لكم إياها بأنه كل واحد يحافظ على لغليغه حتى نعمل التكامل الاقتصادي الجغرافي. يعني كل منطقة جغرافية يكون في عندها تكامل اقتصادي واكتفاء اقتصادي ذاتي، ومجموعة هذا الإقليم، مجموعة الدول أو الأمم أو القبائل المتواجدة في هذا الإقليم يجب أن تساعد بعضها، ويجب أن تتقايض فيما بينها وتتعامل فيما بينها، والضعيف والقوي يدعم الضعيف ويبقيه في حالة اقتصادية تتماشى مع قوة الإقليم ككل.
هذا هو التوجه اللي متجهة فيه القوى العظمى والمتجهة فيه بالأخص الولايات المتحدة في المرحلة القادمة، لأنه هذا مش توجه حزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري اللي عاف عليهم الدهر ومعبيين غبرة ويجب أنهم ينقرضوا شيئا فشيئا. هذا هو التوجه الجديد للجيل الجديد من جيل الميلينيالز، كيف سيديروا العالم وكيف سيديروا دولتهم، بدءا بدولتهم طبعا، كيف سيديروا ويقووا اقتصادهم. ولما بيقولوا فورورد معناها إلى الأمام وليس إلى الخلف. هذه هي حلقتنا لليوم، إن شاء الله تكون أعجبتكم. الحلقة القادمة ستكون بمشيئة الله الحلقة الثالثة من الجزء 18 لسلسلتنا المعروفة فلسطين من بحر للنهر، لأنه إن شاء الله قربت، يعني الآن ضايل بس بعض الأمور يرتبوها في أوكرانتينمو حتى يشيلوا هذول المجرمين والزمرة ويحبسوهم في تلك المنطقة اللي ما يكونش لها لا منافذ بحرية ولا بطيخ. هذا راح يكون سجنهم القادم، وما يكون لهم مش أي تأثير على الاقتصاد العالمي، لأنه إذا أي إنسان أو أي قوم ممكن يخرب الحركة الاقتصادية والتنموية القادمة هم بيكونوا هؤلاء الشذوذ، فيجب إزاحتهم من الطريق، وهذا ما يتم العمل عليه الآن. وإن شاء الله الله يوفق القوى العظمى بتثبيت التكامل الاقتصادي ما بين أقاليم العالم في المرحلة القادمة بمشيئة الله. إلى أن نلتقي في الحلقة الجديدة في وقت قريب بمشيئة الله، أستودعكم الله.